يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. الأصل في الإنسان أنه إذا ولد تولد معه الحرية. يعني الآن إحنا داريد نستلب حرية فرد من الأفراد بشكل من الأشكال، يعني حرية مالية، حرية فكرية مثلا، حرية اجتماعية، هذا خلاف الأصل كله. يعني الإنسان من يطلع من بطن أمه يولد حرا، ليس لأحد عليه ولاية، لكن هل ولاية تجي من بعد ذلك لصالحه؟ شوية أرجو سايرني بالموضوع، هلا أحاول أمشي لك وياه بالتسلسل لأن الفكرة مهمة. يعني مثلا الآن أنا فرد أعيش في مجتمع وأنت فرد تعيش في مجتمع، طبعا المجتمع إلى لوازم، أنت لما تعيش مع المجتمع تصرفك يجب أن يكون مقيد بإيش؟ بمصلحة المجتمع. يعني حريتك لا يكون تصطدم مع حرية المجتمع اللي تعيش به. منين اجى هذا؟ يعني احنا ليش مضطرين الى ان نقيد حرية الفرد حتى تنسجم ويا حرية المجتمع؟ هل فد مثل بسيط اضرب لك، نفرض فد واحد عنده ميكروفون يريد يستعمله، يقول انا حر، هذا ميكروفوني اريد افتحه بدرجة عالية من الصوت، يقول له لا انت مو حر، غلط هذا، لانك انت راح تزعج واحد يريد ينام، راح بنفس الوقت تزعج لك تلميذ قد يكون يذاكر يريد يحفظ دروسه، يجوز تخلق ضوضاء، تخلق لك مشكلة. على اي حال انت افتح هذا بالمقدار اللي تستفيد منه ولا تؤذي الاخرين. يعني اوجد نوع من الانسجام بين حريتك وحرية المجتمع، لان انت جزء من المجتمع، انت مو مخلوق وحدك، مو عايش بصحراء. زين، نرجع الى البيعة. البيعة تقييد لحرية الفرد، ان مثلا نقول للواحد تعال بايع انت، يعني لازم تخضع لنظام الدولة، تخضع لنظام الخليفة، تبايع. هذا قطعا خلاف الحرية. يعني انا لما اجي ليه اريد اقيد، اقول له ما يمكن تتصرف كيفك الا ما يرسم لك القانون، هو يقول ليش انتوا ليش تقيدون حريتي؟ يعني ليش ما تخلوني اتصرف شو ما اريد؟ نقول له لا، ما نخليك تتصرف شو ما تريد. ليش ما نخليك تتصرف شلون ما تريد؟ لان انت ما تعرف صالحك، شايف؟ هذا منو اللي يقول له؟ طبعا مو انسان مثله. يعني الان الانسان اذا يجي ليه انسان مثله يسن له قانون ويقول له اريد اقيد حريتك بموجب هالقانون، الى حق يعترض، يقول له لا انت مثلي، عقلك مو اكبر من عقلي، شنو انت؟ ام انسان وانا انسان، انت شنو؟ مو من حقك ان تجي تقيد حريتي. لكن اذا السماء، اذا الله عز وجل يقول له انا عندما انزل لك القانون او الشريعه اريد انظم سلوكك لان انت ما تعرف صالحك، شلون؟ قد يقول واحد زين، يعني الله خلق الانسان ناقص؟ لا، مو خلق ناقص، لكن خلق محدود. اضرب لك مثل، الساعة عينك انت تشوف بها،
بلا كلام. عين الإنسان مؤهلة للرؤية، الإنسان يعاين بعينه، لكن أنت إذا ما أكو نور عينك تشوف؟ طبعا لا. ليش عينك ما تشوف مع عدم وجود النور؟ لأن شرط من شروط الرؤية وجود النور. إذا النور ما موجود العين ما تشوف، هذا مو نقص بالعين لا، لكن العين مشروطة فعاليتها بوجود النور. كذلك عقلك أنت وإدراكك وأحاسيسك مشروطة بإيش؟ مشروطة بأن ينظمها الكامل. أنت ناقص، تحتاج من الكامل أن ينظمك. ياهو الكامل، إنسان مثلك ما يصير هم ناقص مثلك. احنا ليش نشترط في الإمام العصمة؟ نقول إذا الإمام مو معصوم يعني ناقص حال حال غيره. إذا ناقص كون يروح إلى واحد كامل، يروح لي الثاني إذا ناقص هم كون يروح إلى واحد كامل، والظل إذا تحسب إلى مليون سنة ما تخلص، لازم تنتهي إلى كامل حتى يقف عنده. كذلك أنا لما أريد أقول أن الله عز وجل عندما يجعل ولاية لنفسه على الناس، ولاية يعطيها للنبي، ولاية يعطيها للخليفة، نبه لي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، إذن سلب الحرية من الفرد، تقييد حرية الفرد وإخضاع للولاية العامة لمصلحته، مو المقصود تقييد حريته يشي مشتهاية، لا، لمصلحته، لأن هو لا يعرف مصلحته، فيحتاج إلى أن السماء توجهه. وإلا الأصل في الإنسان أن الإنسان يولد حرا، ليس لأحد عليه حق أن يقيد حريته. طبعا هذا أنا دا أحكي لك من منظور إسلامي، أحكي لك من منظور إسلامي، يعني ما أحكي لك من منظور واقعي. لا، بالمنظور الواقعي ما أكثر الناس اللي بمجرد أن يولدوا تقيد حريتهم ويعيشون عيشة البهائم، مو الشكل؟ مو يقول أحد الأدباء أمرتني الشياط ألا أقول ويد الشوط حين تأمر طولا، فإذا قالت الشياط سكتنا، رب صمت أجدى وأبلغ قيلا، ران صمت فلم يعد غير صوت قال جورا وأحسن التطبيلا. في الواقع أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه حر، وإن طال حرية، والحرية أقدس شيء، يعني شلون الهواء اللي يتنفس الإنسان ويتنفس الحرية. إذا عرفنا هذا نرجع للبيعة، نقول ليش الله عز وجل أمر الناس أن يبايعوا لله عز وجل، يبايعوا النبي، يبايعوا من يخلف النبي، يعني هالتنازل عن حصة من حريتهم لمصلحتهم لأجل النظام، أن الله تبارك وتعالى جعل الولاية العامة لهؤلاء. طيب، نعود الآن، قلنا زين عرفنا الآن فذلك عن أساس البيعة، عرفنا شنو القصد من البيعة، ليش الله يكلف الناس بأن يبايعوا، ليش ويحد من حريتهم ويربطهم بالبيعة. زين، المنهج شنو؟ منهج الإسلام بهالموضوع كيف؟ يعني شلون الطريقة اللي أوصل بيها إلى طاعة الإمام، تنصيب الإمام، أبايع وينصب، ما هي الطريقة؟ بأي طريقة أنا أوصل إلى أن أنصب الإمام وأبايع ويصبح خليفة علي؟ بأي طريقة؟ عندنا الحقيقة اللي أريد أقولها، والحقيقة حقيقة مرة مع الأسف، يعني طبعا احنا الشايع عندنا والمعروف ان منهج الاسلام منهج يقوم على الشورى. زين، بس اعتقد اذا ردنا شويه هاي الدعوه نصرع ليها يجوز ما نملك عليها دليل. نبه لي شويه، زين كيف يعني يجوز ما نملك عليها؟ قد تقول لي فقد تنج، يا عجيب، يعني العالم على الاسلام كله قائم على هذا، شلون؟ يخلي شويه استعرض لك الفت نظرك. أريد أقول مرة أكو دليل مباشر وأكو دليل غير مباشر. الدليل غير المباشر ممكن الآن أشرح لك إياه، هاي ما أقول إحنا مرينا بهالموضوع، أحاول بشكل متبسط
اشرح لك حتى نفهم شويه زين. شنو هو دليل الشورى عندنا؟ احنا عندنا منهجين، عندنا منهج نسميه منهج التعيين. الله عز وجل ينص على النبي والنبي ينص على الامام، نسميه منهج التعيين، منهج النص نسميه. وعندنا منهج عند المذاهب الاسلاميه منهج الشورى. ذني اذا عندنا منهجين، خلي نلاحظ شنو دليل ذولا وشنو دليل ذولا ونرجع للبيعه بعدين. نجي الى دليل اللي يقولون ان المنهج هو منهج شورى. تقول له شنو هو دليلك؟ يقول القرآن، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم بالأمر. زين؟ أو في الأمر. زين؟ المشاورة بالأمر هنا لما الله عز وجل يأمر نبيه أن يشاورهم، شنو القصد؟ يعني النبي كان لما يتصرف بمشاورة الصحابة، يتصرف بوحي السماء. يعني خلينا نرجع للقوانين اللي اجت بالاسلام، قوانين الاقتصاد، قوانين الزراعة، يعني قوانين الصناعة، قوانين العلاقات بين فرد وفرد بالمجتمع، قوانين الاسرة. اذن بيه النصوص يولا خذناهن من الشورى. يعني لما قال النبي ان الواحد يريد يتزوج يجيب المرأة وتقول له زوجتك نفسي، او هو يقول له تزوجتك كذا على سنة الله وسنة رسوله بمهر كذا، فتقول له قبلت او زوجتك نفسي ويقول قبلت، خصيغة هاي اخذها النبي من الشورى لو لا السماء بلغت بها. طبعا السماء بلغت بها. زين؟ لما مثلا القرآن الكريم يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، في هالحالة هاي منين اخذها النبي؟ اخذها من الصحابة لو من القرآن؟ لا طبعا من القرآن. لما مثلا اجر العامل، مثلا افرض علاقة الجار بجارة، مثلا ولله على الناس حج البيت، لما نزل القرآن يأمر بالحج، هذا هالفريضة اخذها النبي من المشاورة، جمع المسلمين قالوا مشلون نحج يولا، وقالوا لا نحج احسن يولا، خلاها من القرآن. طبعا من القرآن. اذا القرآن بإطلاق يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كل شيء النبي مقيد بالوحي، ما يتصرف ولا يجوز لأن يجتهد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن النبي خاضع مبلغ للنصوص، ما يملك حق الاجتهاد. فلما القرآن يقول وشاورهم في الأمر، شنو المقصود بالأمر هنا؟ شنو يعني الأمر اللي يقول شاورهم به؟ يعني التكاليف الشرعية؟ يو لا، اكو شيء غير هذا. اذا التكاليف الشرعية معناه نقول ان الله اوكل حق التشريع لنا، يعني مو هو اللي شرعنا. اذا كان مثلا بالتكاليف، يا اخوان الافكار هذول من يمرقفين قاعدوا التكاليف ها اللي الله عز وجل كلفنا بها، اذا نقول احنا اعطانا حق التشريع بها معناه احنا المشرعين مو السماء. اذا لا ما طعن الحق بها، اذا هو المشرع. شنو معنى الاشاره اذا؟ يقولون المفسرين الله امر النبي ان يشاور الصحابه في بعض القضايا حتى يستجلب مودتهم، والا مو قضيه يقولون تعالوا شرعوا حكم شرعي، تعالوا مثلا موضوع الخلافه هالموضوع الضخم، تعالوا بلا فكروا شلون انتم تسووا موضوع الخلافه. هسه احنا قبل 14 قرن هذا كان الحكي، الآن احنا بالقرن العشرين، نبه لي زين، يعني إلها 1400 سنة وفي بلدان الحرية. وروح شوف لما صير الانتخابات، شوف المهزلة شلون، هذا تطبيق على حساب الانتخاب، فلوس على حساب الانتخاب، رشوة على حساب الانتخاب، ضحك على الذقون على حساب الانتخاب. لا حكي انتخاب حكي ها؟ يا هاي الآن بلدان الحريات، هاي روح الأمريكا شوف، تقول لي تدعي أم الحريات، شوف المهزلة شنو هي. يا هو الانسان يعرف حتى يقدر يجي يعني من اجل يسوي له مهرجانات ويدمز يرقص وينتخب. عجيب، هذا هو يعني خلاص وصل الى الاصلح، عرف الاصلح اللي يدير شؤونه عن هالطريق. فاذا كان في ايام النبي صلى الله عليه واله، الله ارجع للقران، انا ماذا احكي لك من عندي، ارجع الى اراء المفسرين او مفسري المذاهب الاسلاميه كلها، شوف لما يجون الى هالآية
شاورهم ها شاورهم شوف المشاورة المقصود بها شنو اللي بعدها فإذا عزمت فتوكل على الله. المشاورة لاستجلاب مودتهم مو يقولهم تعالوا شرعوا. هاي واحدة نخلي هذا على حدة. الثانية الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. الأمر شورى كل المفسرين يقولون هاي الآية نزلت بالأنصار. القرآن يمدح الأنصار إذا عندهم مشكلة ما يستبدون بها حد يشاور الآخر بها يمدحهم زين. إذن هالآية وذيك الآية أجنبية تماما عن موضوع المشاورة عن موضوع الحكم أجنبية 100%. نعم شو يقولون المسلمين؟ يقولون أن هذا موضوع الخلافة باعتباره أمر مهم والله يمدح المسلمين أن الأمر المهم يشاورون به فإذا الخلافة شورى. هذا اللي قلت لك دليل غير مباشر. لكن هذا شو وقت نقدر نعتبره صحيح هذا الكلام؟ نعتبره صحيح إذا ماكو نص إذا الحجم فارغ ما بي نص نقدر نقول أن قضية والله إجوا المسلمين ما لقوا بها نص من القرآن اضطروا ما بيناتهم أن يشوها لأن ماكو عندهم دليل من القرآن. إذا الدليل موجود إذا النص موجود ويقول القرآن الكريم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. الشيخ نشوف أكو نص لو ما أكو نص احنا نجد الشق الثاني أنا أشرح لك. يعني إذن موضوع هالآية وهالآية اثنينهن أجنبيات. خلينا نتنازل نقول يا بذني مو أجنبيات اثنينهن بالشورى كل زين وإجت هالآية وهالآية بالشورى. نسأل نقول هاي الشورى شو وقت صارت؟ احنا تاريخنا موجود وهاي مشكلة عندنا احنا مسلمين مو عيب ما بيناتنا ان احنا نتناقش بيها. لان يبعد نكتبها ونطيها الى واحد من اولادنا دارسوا باوروبا ويبعد يضحك على عقولنا يقول انتوا وينكم وين عباقرتكم مو قادرين تهتدون الى هاي. خلينا نقدم له فصيغة مقبولة اذا قراها شوية يقول مقبولة. خلينا نتناقش نقول جد اذا افرض هالآية وهالآية اثنين هجايات بالشورى شو وقت طبقوا المسلمين الشورى؟ ايش سؤال نجي واحد واحد. الخليفة الاول لما بيع كم واحد بايعوه مبدئيا؟ اثنين زين. ومن بعد ذلك قاموا يجون اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة بيع من قبل المدينة زين. اثنين اول الامر اللي انعقدت بيهم الخلافة يعني اللي انعقدت بيهم الخلافة الخليفة الثاني وابو عبيدة اثنين من الصحابة بايعوا الخليفة الاول زين. اثنين يمثلون الشورى ايش اقول اسأل يعني الان لما نقول صار بالبلد انتخاب اذا صار بالبلد انتخاب انتخبوا اثنين هذا واحد يقبل بها الحكي هذا يقول اثنين يعني حققوا معنى الانتخاب زين. الخليفة الثاني شلون اجى الى الحكم؟ نص عليه الخليفة الاول الخليفة ابو بكر نص على خليفة عمر ماكو انتخاب ولا شورى ولا هم يحزنون نص عليه واجى الخليفة الى الحكم عن طريق النص زين. الخليفة الثالث اجى للحكم عن اي طريق؟ اجى للحكم عن طريق ثلاثة من اصحاب حق الترشيح وهم ستة كانوا حق الشورى اصحاب الشورى ستة ثلاثة صاروا بجانب وثلاثة بجانب اللي باعوا ثلاثة مو اكثر زين. الثلاثة انت لما تقول لابنك هذا اللي يعيش باوروبا ترى صار الانتخاب بثلاثة يقول عجيب يعني دول الثلاثة يمثلون المسلمين في شرق الارض وغربها كلها انت جايبنا احنا لهالمتاهة ليش ما نقول تعيين ونستريح؟ هاي متاهة يعني لان الواقع التاريخي يخذلنا الواقع التاريخي ما يدعمنا ومو عيب. انا لا تتصور يعني اصر ان يكون الا الجماهير تجي تنتخب لا الجماهير الواقع قد يكون الكثير من عدها ما يعرف مصلحته يعني انا ما اريد انقد الجاهل الموضوع لا لا بس اريد اقول ايش يمتى تحقق يمتى صار تقدر تقدم لي برهان على انه تحقق ما هو برهان جن. اذا مش عدنا هاي نظرية الشورى هاي وعدنا شيء قابلها نظرية التعيين ذول اللي يقولون بالتعيين يقولون تعالوا شنو دليلكم يقول دليلنا يا داود إنا جعلناك خليفة زين. القرآن الكريم ينص على أن الله عز وجل جاء بنظرية الجعل جعله نصبه إني جاعل في الأرض خليفة زين. الآية الثانية الآيات كلها متتالية على الجعل
دائما اجعل التعيين، ينص النبي على من يخلفه، النظريات قائمة على التعيين. ولذلك يجون الى الايات اللي تسند التعيين، ما اشرح لك ايات عريضة طويلة وروايات عريضة طويلة. زين، الغريب اريد اضع عيدك على بعض التناقض عند بعض الناس اللي الواقع دعواهم متهم. انا اقول لازم يعني علماء المسلمين يقعدون يضعون صيغة موحدة حتى على الاقل نطغي الى اجيالنا، حتى ابنائنا يقولون والله عندكم نظرية متكاملة صحيحة نقدر ندعن الها. اما انه يون بطل نقول تاريخ راح ونستريح من عنده، يو لا نجي نجرجر عقولنا نخليها تؤمن بشيء مو متكامل، لا، هاي الواقع محاولة ما تقدر تعتبرها محاولة علمية. اذا لما نرجع الى نظرية الجعل والتعيين، نظرية الجعل والتعيين يقول لك الله عز وجل اعلم بعباده، هو خلق عباده مثل ما الله ينزل لهم نبي، النبي ينص من بعده. ولذلك المسلمين عندهم نظريات تميل الى هذا المعنى. لان مثلا الان من ادلة المذاهب الاسلامية يقولون ان النبي لما تمرض اوعد الى الخليفة الاول بان يصلي، فقالوا له ان الله ورسوله ارتضاك لديننا فاحنا نرتضيك لدنيانا. هاي نظرية تعيين، يعني هاي هو انتخاب تعيين. اذا تجي تقول بالتعيين غايت ما في الامر ان هذا التعيين ناهض يوم ناهض مع الكلام. زين، اذا انت تقول بالتعيين، يو تقول اكو ترشيح بعد ما يحتاج النبي يخليه يصلي، المسلمين انتخبوه خلاص. اما لا، اذا تقول احنا انما جعلناه الامام لان النبي ارتضى للدين فاحنا نرتضيه للدنيا، خلاص نظريه التعيين امشي عليها وظل عليها، حتى على الاقل تقدم نظريه متكامله. اتخطر اكو محاوره لطيفه جرت بين الخليفه الثاني وبين عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو يقدر الخليفه الثاني ودائما ويا في جلسات طويلة يتبادلون الآراء، وعبد الله محدث لبث ترجمان القرآن غزير مملوء علم. استدعاه يوم من الأيام الخليفة قعده، قال له يا ابن عباس، قال بلى، قال لي إليك حاجة، قال قلت، قال لي أنت تعرف ليش الناس ما أعطوكم الخلافة؟ يقول قلت لا ما أعرف، إذا تدري أنت أفدني. قال لي كره قومكم ان تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا، فاختارت قريش لانفسها فوفقت واصابت. التفجر، قال له اصلح الله الخليفة، تمرض غضبك عني، يعني نتفاهم، يعني اذا تفرض علي احترم رأيك واسكت اسكت ما عندي مانع. يو لا نتفاهم. قال له لا نتفاهم، انا ما دعيتك للتفاهم، ما اتفرض عليك رأيي. قال له جيت. قال له تقول كره قومكم، انا اسألك كل شيء قومنا يعني قريش، يعني كل شيء تكره قريش ما لازم يصير؟ والنبي لما انبعث قريش هم كرهت مرضوا وحاربوا بالحجارة ورفضوا، يعني نبطل عن نبوة النبي لان قريش كرهت؟ اذا تجعل كره قريش حجة معناه النبي مريده، لان هم كرهوا النبي، فشنو قيمة كراهتكم؟ ان الله يقول وكرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. قال هاي وحده. ثم تقول كره قومكم ان تجتمع لكم النبوه والخلافه فتجفخوا. الجفخ التكبر. قال لا احنا ما نتكبر، حتى لو صارت لنا النبوه والخلافه ما نتكبر. ليش؟ لان احنا اتبعنا سنه النبي، والله عز وجل يقول لنبيه اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اداب الرسول علمها للمسلمين التواضع، واحنا تأدبنا بآداب رسول الله وتخلقنا بأخلاقه، ما عندنا جف. بعدين تقول ان قريش اختارت. قال لك قريش ما من حقها ان تختار الناس. ليش؟ لان الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. انت اذا صار البناء الله يقول لك سوي هذا وتقول له لا والله انا اختار هالشيء، تعتبر مطيع انت؟ ما راح تعتبر مطيع، تعتبر عاصي. اذا الله اختار بعد شنو قيمة اختيار فلان فلان؟ ما له قيمة اختيار بعد، لان ما اقوى. ولذلك احنا عندنا ما يصير عندنا اجتهاد مقابل النص، هاي قاعدة عند فقهاء الشريعة وعند فقهاء القانون. لما اكو نص ماكو اجتهاد مقابل النص، لما القرآن الكريم
يقول فلها النصف مما ترك. انا ما اقدر اجي اجتهد اقول البنت اعطيها اقل من النصف ماذا، لا القرآن يقول لي اكو ناصف عليك ان تتبع، مو شغلك، عليك ان تتبع الناس يقول لك نصف للبنت. زين، فاذا انا علي ان اتبع القانون، ما لي حق اجتهد هنا. المجتهد ما يقدر يجي يجتهد يقول اسويه ثلث والله النصف او اسوي ربع، لا، اكو نص صريح بالقرآن. زين، مرة القرآن مثلا يقول اعطيها مال كثير، هنا اكو محل الاجتهاد، الكثير ايش كثر، هاي معماية، مرة الكثير 80، الكثير اكثر، الكثير اقل، هذا مورد للاجتهاد، يعني ما بي نص صريح، بي اجمال. لكن اذا لا والله ناس، النص انا ما لي حق اجتهد، ما بي اقدر اقول انا، اذا الله ناس على نبيه وقايل له سوي هالشيء، اكو قريش الى حق تختار؟ قال لا لا، قال زين، قال الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. بعدين يقول له تقول أن قريش لما اختارت وفقت وأصابت، قال له هذا أول كلام، ما معقول واحد يختار غير الشيء اللي اختاره الله وسميه موفق، ما يمكن، ما يمكن. شكر أفرق الخليفة ترى من رأيه، قال لإني على جميع، شوف المحاورة، كل المؤرخين يذكرها، الطبري يذكرها، ابن الأثير يذكرها، كل المؤرخين يذكرها، محاورة طريفة لطيفة، أنا خذت لك منها موقع الحاجة. إذن الحقيقة أن نظرية الجعل والتعيين والناس نظرية ناهضة، يعني نظرية بلا نقاش أنها ناهضة. أما نظرية ذوي الحل والعقد، أعتقد إذا ترجع شوية إلها تقول إحنا جدير بينا أن نرفع فكرنا شوية، أن رفعه وما نخلي فكرنا يضطر إلى تصحيح آرائنا. مو معقول يا أخي، أرجوك ابن عربي وغيره يقول أن الحل ذوي الحل والعقد ولو واحد أو اثنين، يعني أنا أمشي هسا بالشارع يجون اثنين اوقف ولا انا سويناك خليفة، خلص انا صرت خليفة لازم تجي رفعك على الناس كلها. هذا الحكي قبلت، هذا ما شلون قبل واحد عنده فكر ما. اثنين ذولي لو الحل والعقد خلاص. الان يا سيدي ارجوك، يعني الان ثم بعدين احنا لما نرجع الى تاريخنا وحضارتنا، احنا ناشئين بحضارة قائمة على التوارث، الان حاكم يرثه ولده. زين، فواقع الامر احنا تقول حضارتنا ما لها علاقة بالدين، احنا نحكي رأي الدين، رأي الدين قلت لك عندنا مدرستين، مدرسة قائمة على الشورى ومدرسة قائمة على التعيين. هنا يجينا سؤال الشخص، قد يقول واحد زين الآن انتوا تقولون ان الامام غائب، فاذا الامام غائب شنو الناس يعني ظل معلقة بالهوى؟ لو ترجع الى نظرية انتخاب الاصلح، لا ترجع الى نظرية انتخاب الاصلح، هذا موجود رأي فقهاء المسلمين وهو رأي صحيح سليم إلى دليلة، لكن انتخاب الأصلح ما يجي بأربعة أو خمسة، يجي برأي عامة المسلمين، يعني على الأقل القدر اللي يعتد به من ذوي الحل ممن يعقل. يعني بلدة أفرض بيها مليون نسمة، ما يصير ما يطلع من المليون نسمة فرد ألف واحد من ذوي الرأي والحنكة نقدر نعطيهم صفة ذوي الحل والعقد ونعتبرهم ممثلين. فمن بعد هالمقدمة أنا شي يهمني من هالمقدمة، يهمني أشوف شلون وصل يزيد للحكم عن أي طريق. المؤرخين يقولون أن معاوية دخل يوما إلى الحمام بعد أن بلغ 80 سنة في أخريات عمره، شاف جسمه ضعفا مترهل، طاقاته صايرة ضعيفة، فأنشأ يقول أرى المنايا أسرعت في نقضي، أخذنا بعضي وتركنا بعضي، حنين طولي وحنين عرضي، أقعدنني من بعد طول نهضي. ثم تأمل، مرت عليه في لحظة يسموها لحظة يقظة ضمير، قال فيا ليتني لم أعن بالملك شاعة ولم أكو باللذات أعشى النواظري، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر. يقول يا ريت ما تحملت أعباء هالأمة ومشاكلها، يا ريتني عندي طمرين أزار ورداء وما كل رغيف خبز ولا فراش ونائم ومستريح من هالبلاء اللي تحملته. إيه؟ أحس
بتبع ويقولون بكى لثلاثة أشياء. شنو الأشياء اللي بكى عليها؟ ثلاثة. قال يا رتني ما قتلت حجر ابن عدي وأصحاب حجر ابن عدي. حجر من المتهجدين بالأصحاب، كانت السيدة عائشة أم المؤمنين إذا ذكرت مصرع حجر تقول يا ويل معاوية من حجر وأصحاب حجر، مش راح يقول لله باشر. زين، هذه وحدة. ويبكي يا ليتني ما فرضت يزيد على شؤون الأمة من بعد، وليتني لم أحارب عليا. زين، الثلاثة كان يذكرها ويتألم. من بعد ما شاف حالة بهاللون، بس هو شلون أنهى ابنه أو صله، هو راد يستعمل وسائل. مثلا أول وسيلة استعمل وسيلة الضغط، ترى لما إجا إلى المدينة عبد الرحمن ابن الخليفة أبي بكر، عبد الله ابن الخليفة عمر، زين، الحسين ابن علي ابن أبي طالب، رجالات المسلمين، عبد الله ابن الزبير قاعدين بالمسجد. من الليل حضر الجلادين والسيافين، قلهم كل واحد منكم يلزم سيفه ويوقف على رأس واحد من هذولا، وأنا أصعد على المنبر وأقول هذولا بايعوا يزيد، إذا واحد اتحرك وصار بناء يريد يكذب قولي لازم رأسه يسبق الحركة. سيوف امسكوها بأيديكم. هذا سوى ووقف. شوف اللي عنده الإمامة والسياسة لابن قتيبة، خلي يقرأ، خلي يقرأ الفخري للطقطقي، غيره غيره من أي كتب. شوف الصورة اللي يروها المؤرخين. لا، هذه أول وسيلة، وأعلن أن الناس بايعوا ونزل من على المنبر، وصارت المعارضة وصار التمرد، وأول واحد قام لعارض عبد الرحمن بن أبي بكر وقال لا تردوها هرقلية، لا ولا كرامة لك، أبو بكر عنده أولاد أحسن من أولاد أبوك ما طاهم الخلافة، عمر عنده أولاد أحسن من أولاد أبوك ما طاهم الخلافة، لأن أنت تردوها هرقلية يموت واحد ويجي واحد. قال له أنت الذي قال الله فيك أف، الذي قال لوالديه أف لكما؟ قال له علي تتكول القرآن يا طريد رسول الله، علي تتكول القرآن. وفعلا خرجت أخته أم عائشة غضبة من شافها مروان اضطرب، قال لها سألتك بالله أن تقول الحق؟ قالت والله لا أقول إلا الحق، إن رسول الله لعنك وأنت في صلب أبيك، وأنت بقية من لعنة رسول الله. وفعلا تأزم الأمر. هذه أول طريقة استعملها. حاول طريقة ثانية، شاف هذه ما أجدت، التمرد ما يزال. حاول أن يجي للحسين يتزوج من الحسين زواج سياسي، تبتل النوم. زواج السياسي موجود عند الأمراء عند الخلفاء أحيانا، نوع من أنواع الزواج يكون سياسي. ليش؟ مثلا المأمون تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل بنت وزيرة، مثلا المعتضد تزوج قطر الندى بنت خمارويك، مثلا عضد الدولة زوج الطائع بنته، هذا يسموه زواج سياسي، المقصود به التقارب، المقصود به تحقيق اهداف معينة، قبيلة تتزوج من قبيلة، حاكم يتزوج من حاكم، يغلب على هالزواج الطابع السياسي. وشلون كان زواج يعني غريب، انت لو شوية تتأمل الاموال اللي انفقها منه المأمون على زواج بوران، المأمون انفق 37 مليون دينار على هذا الزواج، شايف؟ وابوها 4 ملايين، 4000 ألف، ف41 مليون دينار صرفت في تلك الليلة، في وقت كانت القوة الشرائية للدينار مروعة، يعني قوة كبيرة جدا. زين، بس ليش هذا زواج؟ مو زواج، طهر طهر، يعني ابن المتوكل هذا ختنوه. بالختان 86 مليون درهم نفقات الختان، يعني فدلون في حين المسلمين يفترشون الأرض ويلتحقون السماء، اللون طبعا صح هو بعنوان زواج سياسي صح. فراد معاوية يستعمل الطريقة نفسها، راد يخطب منه بنت أخت الحسين، بنت زينب أم كلثوم، بنت عبد الله ابن جعفر. فود مروان باعتبار والي بالمدينة قال له تروح إلى عبد الله ابن جعفر تخطب منه ابنته أم كلثوم على ولدي يزيد.
اجى الى عبد الله بن جعفر طرق عليه الباب قال له ارسلني اليك الخليفة يخطب منك ابنتك لولي عهده يزيد. قال له المسألة انا مو يمي، هذه بيد الحسين خالها الحسين، واحنا كنا ما نصدر الا عن رأي الحسين في كل امورنا، فعليه انا ما اقدر اعطيك رأي لا اي ولا لا، روح اخطب عند من الحسين. زين ارسل خبر للحسين اني اريد اجيك بالمسجد عندنا اجتماع باسر. قال الحسين نعم. فعلا في اليوم الثاني امتلأ المسجد وجلس الحسين وكبار المسلمين بالمسجد، واقبل مروان ومن ورائه حاشيته دخل اخترع المنبر رأسا وقال كذا، قال للحسين اني جئتكم من قبل معاوية خاطبا من ابنة اختك ام كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر ليزيد، ان من يحسدكم على يزيد اكثر ممن يحسد يزيد عليكم، هو كفو من لا كفو له، وبوجهه يستسقى الغمام، وقد امرني امير المؤمنين ان اجعل مهرها حكم ابيها بالغا ما بلغ، مع الصلح ما بين هذا الحيين فرد خيرا يا ابا عبد الله. قام للحسين سلام الله قال له وحده وحده، اولا تقول انه امرك ان تخطب ليزيد، وان من يغبطنا بيزيد اكثر من يغبط يزيد بنا اكثر من من يغبطنا بيزيد اكثر من يغبط يزيد بنا، هذا رايك غلط، الذي يغبطنا به اهل الجهل الرقعاء يغبطون به، والذي يغبطه بنا اهل العلم، هذه واحد. ثانيا تقول هو كفو من لا كفو له، قال له ان ولاية العهد لم تجده شيء، اللي كان كفو قبل ولاية العهد هو كفو بعد ولاية العهد. بعد تقول بوجهه يستسقى الغمام، لا ذاك رسول الله الذي يستسقى بوجهه الغمام، يعني ما حب الحسين شوية تسخنها وياه صلاة كأنه دا يوصف واحد مشتور مضموم، يعني مو يوصف واحد قاعد يقول اقول لصحب ضمة الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى يتصرم، بإعلان بالمجلس والخمر بين يديه وعلى جبل قاسيون ونظرياته معروفة وآراءه، كأنه يوصف له واحد مضموم. زين قال له هذا اللي تقول يستسقى بوجهه الغمام رسول الله، بعدين تقول ما قد امرك ان تجعل مهرها حكم ابيها بالغا ما بلغ، قال له احنا لو اردنا المهور اموال عندنا ما مو مضطرين الها، بس احنا لو اردنا ذلك ما عدونا سنة النبي، لو كان نريد نزوجك ما ناخذ منك الا مهر النبي، شقد 480 درهم مهر فاطمة الزهراء مهر السنة، ومتى كان المهر يغير من الواقع. بعدين تقول مع الصلح ما بين هذين الحيين نحن قوم عاديناكم لله فلا نصالحكم للدنيا، ما بيننا وبينكم خصومة، احنا اذا اختلفنا وياكم نختلف وياكم من اجل قضايا الله عز وجل، من اجل امور دينية، ما ولا ما عندنا خلاف وياكم اطلاقا، لا عندنا نزاع ولا عندنا خلاف. ثم قال معاشر من حضر اشهدوا علي اني قد زوجت ام كلثوم من ابن عمها محمد، نعم، وامهرتها مهر امي فاطمة الزهراء، وقد انحلتها يعني اعطيتها ضيعتي عند الحسين بستان، غلتها والدها بالسنة 8000 دينار، قد انحلتهما ضيعتي ففيها لهما غنى ان شاء الله. ثم نفض ثيابه وقام، فخرج مروان وهو يردد هذين البيتين، اردنا صهركم لنجد ودا عليه قد اتى حدث الزمان، فلما جئت نحوكم جبهتم وبحتم بالضمير من الشنان. واقف اكو عبد من عبيد بني هاشم واقف بالباب سمع يردد البيتين اسم ذكوان، التفت له قال اماط الله عنهم كل رجس وطهرهم بذلك بالمثاني،
فما لهم هنالك من نظير ولا ند هناك ولا مداني. أتجعل كل جبار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان؟ فخرج وهو غضبان، خرج شاف هذه أيضا الوسيلة ما أجدت، يعني حاول بها الزواج أن يحتوي الحسين وراي بنت أخته، في نفس الوقت يحتوي عبد الله بن جعفر ويزرع له فسيل في قلب الهاشميين. شاف لا ما قدر يوصل إلى هذا، اضطر عاد كتب كتابه، الكتاب اللي وصفوه المؤرخين يقولون كأنه أذن فارة. كتب إلى مروان: أما بعد فإذا جاءك كتابي فادع هؤلاء النفر. منو؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير، الحسين بن علي بن أبي طالب، ادعوهم للبيعة، إن بايعوا فبها وإلا فاضرب أعناقهم. اجلي الكتاب ود وراهم هم مجتمعون. فقال بعضهم لبعض: ما تظنونه يريد بنا؟ قال الحسين: أظن أن طاغيتهم هلك ويريد منا البيع لابنه يزيد. هو فعلا من بعد ما أرسل الكتاب مات معاوية، دخلت عليه بنت تمرضه، قال لها: بني إنك تمرضين رجلا جمع المال من شب إلى دب. وفعلا قام يخلط شوية، يعني ساعة موت تغير وضعه، ثم ارتفعت الصيحة، عرفوا ان مات، ادرجوه في اكفانه، وجاء يزيد صعد على المنبر وانبر الناس لبيعته. نتيجة ارسل الكتاب ودل مروان الى هؤلاء. هذه على الرواية اللي تقول ان مروان كان مستمر، الرواية الاخرى تقول لا، رواية الوليد كان ومروان حاضر بالمجلس. المهم عرض عليهم، نعى اليهم معاوية، استرجع الحسين، لان الجماعة ما راح واحد من عندهم الا الحسين بس. عبد الله بن الزبير طلع غادر المدينة، عبد الله بن عمر قال انا الزم بيتي، عبد الرحمن غضب واوى الى بيته، الحسين قال لهم انا ادخل عليه واكلمه، دخل عليه، نعى لمعاوية، استرجع الحسين، قال له انا مأمور بان اخذ البيعة منك. قال للإمام: ما أراك ترضى ببيعتي ليزيد سر حتى تكون جهر، هاي مسألة. قال له: أجل. قال له: نصبح وتصبحون. قال له: نعم يا ابن رسول الله. لما راد يقوم الحسين وقف مروان، قال له: إن فارقك الثعلب لا ترى منه إلا غبارا، اقتله ودمه في عنقي. وقتل الحسين. قال له: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأتم. ثم ارتفع صوت الحسين فدخل عليه غلمانه، وخرج الحسين وهو بين غلمانه. يقول عاد ابو سعيد المقبري: شفت قض الى قدر النبي ودع جده رسول الله، ورجع لوين؟ الى البقيع. مر على قبر امه ودع قليلا، وهيأ اهل بيته الى الخروج، واعلن طلع يتمثل بالبيتين: لا ذعرت الشوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا. طلع من المدينة، انتشر الخبر بالمدينة أن الحسين طالع راح يودع المدينة. يقول المؤرخون: فكانت بيوت بني هاشم عن آخرها تنشج بالنحيب وباللوعة، لأن شافه الحسين مستعد ومتهيئ هو وعياله وطالع. وفعلا مر الحسين، المن ودع؟ ودع على الشنبيت، ودع أخوه محمد ابن الحنفية، مر عليه البيت لأنه مريض، ودع وتزود من عنده. بعد ودع أم سلمة، أم سلمة هالمرأة هواية عزيزة على الحسين، زوجة رسول الله. بس مو بس ودعها الأم سلمة، ودعها وحط عندها وديعة. تدري الوديعة اللي حطها عندها شنو؟ وضع بنت فاطمة المعروفة بالعليلة. قال: هذه ما إلها قابلية، لا طاقة لها على الحركة، هي تبقى عندك بالبيت إلى أن نشوف أمورنا إلى أن تنتهي. وفعلا ظلت الصبية وين؟ ظلت ببيت أم سلمة. لما رجع الناعي ينعى الحسين، يقول بشر ابن حذلم: صار طريقي على بيت أم سلمة، وانا اقرأ: يا اهل يثرب لا
قام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول مريت على بيت أم سلمة زوجة رسول الله، انفتح الباب عن صبية مريضة تقوم ويقعدها الألم. صاحت: يا هذا الناعي، أنت الناعي ريحانة رسول الله. يقول دنت إلي وهي تهرول، صاحت: طفلي حتى أسألك. قلت: الخبر أمامك عند قبر رسول الله. قالت: ويحك، أنا علي لا طاقة لي على لحاقك. كلمتين واذهب. قلت: سلي. قالت: بالله عليك اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ قلت: عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. يقول بشر: سمعتها رجعت وهي مولولة صارخة ودموعها جارية على خديها. ابوي لقيت على درب الضحون سائل اليرحون، ويجون كل من لغياب الفون، انا غايب باللحد مدفون. تلقتها ام سلمة، احتضنتها، دخلتا معا الى البيت، ينادين: وحسينا جاءنا الخبر بحسين مذبوح دمه على التربان. يا ناعي الطب، إلهي نسألك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك، اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير. الإخوة المؤسسين تقبل عملهم لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.